تجري الاستعدادات لتأمين الامتحانات الوطنية في ظروف طيبة، وفق ما أكده وزير التربية حاتم بن سالم في جلسة استماع اليوم في لجنة التربية بمجلس نواب الشعب، مؤكدا بالمناسبة حزم الوزارة في مواصلة التصدي للدروس الخصوصية خارج الأطر القانونية التي حددتها الوزارة. أتمت وزارة التربية استعداداتها للامتحانات الوطنية التي يؤكد وزير التربية أنها ستجري في ظروف طيبة، خاصة في ظل الإحاطة النفسية بتلاميذ البكالوريا. كان ذلك في جلسة استماع اليوم في لجنة التربية بمجلس نواب الشعب. الامتحانات الوطنية استعدادات تامة، نعرف اللي بالشيء اللي عاشته المنظومة التربوية أثناء، وخاصة كما قلت أنا الأزمة الكارثة اللي عشناها واللي تداعياتها كانت تداعيات سلبية جدا، نعرف هذا. احنا توا قاعدين نعدوا العده على المستوى التنظيمي واللوجستي، كل شيء على احسن ما يرام اليوم. بالنسبه للتلامذه قاعدين نقوموا بعمليات تاطير نفساني لتلامذه البكالوريا باش ينطلقوا في البكالوريا الرياضيه في الايام القليله القادمه. مساله التدارك انا نحب نشكر خاصه كل الاساتذه، وخاصه اساتذه البكالوريا اللي طوعوا، واللي احنا حلينا المعاهد نتاعنا في العطل، اللي طوعوا وعطاوا دروس مجانيه للتلامذة. وحول معضلة الدروس الخصوصية، يؤكد وزير التربية مواصلة الصرامة في تطبيق القانون بالنسبة إلى كل مخالف للتراتيب التي وضعتها الوزارة في هذا الخصوص. اللي ما يحترمش القوانين هذه والتراتيب هذه يتحمل مسؤوليته. احنا عدينا على مجلس التأديب قصد العزل ثلاثة أساتذة وزوز معلمين، ورانا ماناش واقفين. فما عمليات تفقد باش تخرج معناها باش تشوف باش تعاين وباش نكونوا نتابعوا الموضوع بكل صرامه. اطفال ما عرف بمدرسه الرقاب وقع ادماج اغلبهم في ظروف جيده وفق وزير التربيه. كان رهان شخصي، لانه مش معقول باش الشيء اللي صار في المحتشد ذاك ينجم معناها يبقى بدون حاجات فعليه. وذاك علاش بالتشاور مع السيد رئيس الحكومه وبتعليماته هو، احنا وقفنا كوزاره التربيه باش رجعنا 42 تلميذ رجعوا اما للمسار التربوي 29 فيهم، والا للمسار المهني. كما مثلت مسألة انتداب الأساتذة النواب وإيجاد تسوية لهذا الملف العالق محور عديد المداخلات صلب لجنة التربية، حيث كان عدد من هؤلاء الأساتذة في انتظار رسالة طمأنة من الوزير. تسوية وضعية الأساتذة النواب عبر دفعات مع أولوية نواب قاعة البيانات، نقولوا نحن الباص اللي هما من 2008 ل 2013 هذوك أقدم منا، معناتها الأولوية تكون لهم هما بحكم أنهم معناتها خدموا وضحوا وعطوا للبلاد أكثر منا، وبعد نجوا نحن معناتها تسوي لنا وضعيتنا تحت سقف زمني ماذا بينا معناتها كان ثم امكانيه ما يتجاوز سنه 2022. الملف كان قديم ياسر ومازال على طاوله المفاوضات. المشكله الوحيده كونه تعنت الوزاره في ملف عنده 11 سنه. اتفقنا مع اللجنه باش نكونوا لجنه مشتركه مع بعضنا وباش نشوفوا بصفه نهائيه حل لمساله الاساتذه النواب. الحلول هذه يلزمها تكون جذريه، معناها ما عادش يلزم الدوله وزاره التربيه ترقى روحها في اطار اللي هي مجبره على الانتداب بصفه نقولها بكل صراحه عشوائيه. وقد نفذ عدد من الاساتذه النواب وقفه احتجاجيه امام مقر البرلمان مطالبين بحقهم في الانتداب. وفي الختام نشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة الوطنية تونيزيا تي في بوان تيان. بقيت متابعة طيبة لبرامجنا. إلى اللقاء.